احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا على خير وبخير وصحه جيده، وتحيه طيبه لكم جميعا من هذا لا نوفل فيديو. اليوم ان شاء الله جيت نوجد معكم بقلاوه تركيه بمناسبه عيد المولد النبوي الشريفي. ان شاء الله يدخل لكم بالصحه والسلامه وطول عمر وكل ما تمنيتوا، وكل عام وانتم بالف خير. وجيت نوجد معكم هذا البقلاوه بواحد الطريقه سهله وبسيطه اللي كان حضرها دائما، واي واحد يقدر يوجدها. راه سهله وما كتاخذش معنا بزاف الوقت، وكتجي لذيذه، والمنظر ديالها كيجي رائع كيف ما كتشوفوا معايا. بسم الله نقطع معكم وحيده. كنقدموا هاد البقلاوه ديالنا بواحد الكويس ديال اتاي ترك بنكهه ديال الرمان، رائع. وكنقدموا لكم بالصحه والراحه، ونتمنى الطريقه ديالي تعجبكم وتجيكم سهله وتقدموها في البيوت ديالكم. ما تزابيوش، ما تمشيوش بعيد، خليكم معايا حتى لاخر الفيديو ونشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. المقادير اللي غادي نحتاجو لهاد البقلاوة ديالنا، عندي هنايا أوراق الفيلو، 120 غرام ديال السكر سنيدة، جوج معالق كبار ديال ماء الزهر، عندي معلقة كبيرة ديال العسل، 250 غرام ديال اللوز مقلي، و 250 غرام ديال اللوز بلا قشرة، ومعلقة صغيرة ديال القرفة، وربعة المعالق كبار ديال الزبدة المذابة، وهنايا عندي البيستاج للتزيين. غادي نهرمشو إن شاء الله باش نزينو به هاد البقلاوه ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا المقادير هما هذا، مقادير بسيط. ودابا غادي ندوز نطحن هذا 125 غرام مع هاد اللوز المقلي، وهذا غادي نطحنو بوحدو، ونتلاقاو من بعد نشوفوا طريقه التحضير. غنضيفو جوج معالق كبار ديال الماء الزهر، معلقه صغيره ديال القرفه، وهنا غنضيف ربعة المعالق ديال الزبده، ومعلقه كبيره ديال العسل، غنخلطو هاد العناصر كاملة مزيان. بسم الله، غنستعمل اليد ديالي كيجانس لينا الخليط مزيان. وهاد الحشوة راه كتجي بنينة البنات، نجربوها مغاديش تندمو، وسهلة، طريقة جد مبسطة. الخليط ديالنا كيصبغ على الشكل هذا متجانس. بسم الله، دابا غنبداو نصايبو هاد البقلاوه ديالنا. كنوضعو هكا جوج ورقات ديال الفيلو، كندهنو شويه بالزبده المذابه. دابا كنوضعو هاد القطيب ديال الشوا، كيسهل علينا الخدمه على الشكل هذا. كنبقاو نلويو بحال هكا على الشكل هذا.
كنستمروا بهذه الطريقه. الفيديو راه شارح راسه وهذه هي اسهل طريقه لهذا البقلاوه ديالنا. طريقه زوينه وكتجي لذيذه في المذاق. وكنبقى نبليو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. لا جينيرال ما كتخطاش معانا هاد ورق الفيلو. هنا كنكونوا كملنا هذا الورق الفيلو ديالنا على الشكل هذا. ودابا غندهنوه بالزبده. نقطع على احجام متساويه. غادي لا ندخلو الفران على درجه متوسطه والنار من الاسفل فقط حطيتها، ومن بعد نشعل النار من الاعلى باش يتحمر قليلا ونطلقه من بعد ان شاء الله ملي يخرج من الفران. كنسخنها مزيان بالعسل وهي باقا سخونه. نزينوها بشويه ديال البيستاج او اللوز اللي متواجد عندكم. خوتي خواتاتي حبكم في الله. كان هذا هو الشكل النهائي ديال هذه البقلاوه ديالنا. غنحطوها هكا على جنب حتى تبرد وعاد نقدموها في طبق التقديم. وكنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ديال البقلاوه. ما تنساونيش باللايكات ديالكم والكومونتيرات زوينه بحالكم فضلا وليس امرا. ونتلقاو مع فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. الى اللقاء.